بسم الله، توكلنا على الله والنبي رسول الله. السلام عليكم المشاهدين والمشاهدات، ومبروك العواشر علينا وعليكم على أمة محمد. اليوم إن شاء الله ندير معكم سلطة خفيفة. حامضة عصرتها هاك، زيت الزيتون، الطول، الذرة، لافوكا، البيض، كروبيت، الخيار، والبطاطا مسلوقة، وماطيش صغيرة كبيرة ولا صغيرة اللي عندك انت، توست، خبز ديال التوست، ما شريته ماشي درته. بسم الله، ندير شوية هنا الزيت. اللي بغا يدير زيت زيتون يدير، اللي بغا يدير عفوا انا نسيت عندكم، بغا يدير الزبدة يدير الزبدة، اللي بغا يدير زيت زيتون يدير زيت. هاكا واحد شوية والخبز ما كاين ديال اللي يبغى واللي ما بغاش راه يدير له عاوتاني كيما بغى. هذا هو سهل. هذا الخبز ها كندير له عندي شوي شوي يبغى يدير الزعتر، زعما يبغيه دير انا شوية الزعتر، اللي ما بغاش ما يديرش. البطاطا غادي نقليها، ما باردة زعما سلطة صيفية. بسم الله، الخيار، البيض، البيض بالبيض، حامضة، هاي درت حامضة وحدة، شوية الملح على حساب المذاق، زيت العود. الملح على كل واحد على ذوق. هاي
ماشي قاعد يتخلط. هيا البطاطا بسم الله. هذا هو توست اللي كنت درته شوية على الزيت، هذا فاش كير. هكا اللي بغى يقلي غير هكا في الزيت قطعوه هاك هاك المارس، ديره غير فوق، ديره غير فوق هاك السلطه يجي خير. بسم الله. ها هو السلطه مقيومة، ها هي بالخبز ديالها، كلش راه وجبه كامله فيها حقاش، فيها البيض، فيها الطون، فيها كلش، هي غدا ولا عشاء. وإن شاء الله نكون خفيفة على قلوبكم، والسلام عليكم، وشكرا، بارك الله فيكم، وبالسلامة.